عمارة ورا عمارة ان شاء الله وي جيب هنا ربي حركه يدردعوا على بالك تطيح كامله ولازم يقف لها البوليس يبدو يعسوا. اسمع درنا خالد ازمه سي في الولايه اعطانا تعليمات منها انه نديروا معاينه على على البنايه مع سي تي سي. دوك المحضر تاع سي تي سي هو اللي راح يعطينا اسكو البنايه هذه قابله انها تعاد ترميمها ويعاد اسكانها او ما بقاتش. دوك حنا نستناو الرابور تاع سي تي سي. بالنسبه للعائلات امرنا السيد الوالي ان نفتحوا لهم المكتبه البلديه وقلنا لكم نعطيكم تدعيم بحيث انه شرينا افريشه واغذيه وما الى ذلك باش نتكفلوا بهم وكذلك الاكل. درك حلينا المطعم المدرسي انا قاعد نطيبوا على جال العشاء تاع الليل راح نهضروا مع المواطنين باش يتنقلوا للمكتبه وان شاء الله نطلبوا ربي سبحانه انه المواطنين هذوما اللي عندهم اصابات انه ربي يشفيهم ان شاء الله في العاج ان شاء الله ما يسمعنا عليهم غير الخير ان شاء الله. واش من عمليه تاع سي تي سي؟ سي تي سي اعطاه الوالي 24 ساعه يعني غدوه ان شاء الله نص نهار راح لازم يجيب الرابور تاعو. بعد ما يجيب الرابور يديسيد السيد الوالي. تسمى القرار تاع السيد الوالي مرتبط بالبي في تاع سي تي سي. وسي تي سي عطاه 24 ساعه يعني قادر غدوه ان شاء الله 12 الواحد يكون قدر يعطيه ان شاء الله فيها خير. ان شاء الله نطمنوا المواطنين بالله ان شاء الله فيها خير.